استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في السوق السوداء، بينما تراجعت أسعار العملات، الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة ورقم غير مسبوق. للتفاصيل تابع معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحديث لأسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية وأسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة، وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي، ربنا يحفظهم ويسلمهم من كل شر يا رب العالمين. أهلا بيكم. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقرار أمام الليرة السورية سواء في السوق الرسمية أو السوق السوداء. ففي السوق السوداء تحرك الدولار بين مستويات 14900 ليرة إلى 15450 ليرة، بينما تحرك اليورو بين مستويات 15942 ليرة إلى 15829 ليرة. واستقر الدولار في السوق السوداء ليسجل في نشرة المصارف والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي 13668 ليرة، وسجل في نشرة البنوك 12500 ليرة. وفي المقابل واصلت أسعار الذهب تسجيل أرقام قياسية وكبيرة، سجل الذهب فيها اليوم قمة تاريخية جديدة. وعلى صعيد أهم الأخبار الاقتصادية، أكد الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الفروج يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن في ظل جنون أسعار مستلزمات الحياة الأساسية، وهذا ما دفع الكثير من الأسر للعزوف عن استهلاك أغذية من الدرجة الأولى كاللحوم والبيض والحليب، والاتجاه إلى أغذية الدرجة الأدنى كالخضار والفاكهة وغيرها. وأوضح أن منتجات الدواجن من لحوم فروج وبيض يتحكم في سعر مبيعها للمستهلك قوى متعددة يأتي في مقدمتها قوى العرض والطلب، وكذلك اضطرابات تكاليف مدخلات الإنتاج إضافة إلى التسعير الحكومي القسري وموسم التربية والإنتاج. وأشار الخبير الزراعي إلى أنه مع انخفاض سعر الفروج وأن يكون مناسب للمستهلك بما يضمن استمرار دور تربية الفروج على مدار العام، أي يتاح للمستهلك بشكل أكبر وألا تكون هناك خسائر للمربي يمكن أن تؤدي إلى توقفه عن التربية، ونوه إلى جهود الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج. وفي النهاية نتمنى انخفاض أسعار جميع السلع حتى يشعر المواطن بنوع من الراحة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لسعر دولار مقابل ليرة السورية في عدد من المدن والمحافظات اليوم الأربعاء، سجل في دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودرعا والسويدة وحمص أسعار تتراوح ما بين 14900 ليرة إلى 15000 ليرة. وفي إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والحسكة سجل الدولار مستويات 15300 ليرة إلى 15450 ليرة. أما عن أسعار العملات أمام الليرة السورية فقد سجلت تراجع، ليسجل اليورو مستويات 15942 ليرة مبيع و 15829 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 431 ليرة مبيع و 426 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3924 ليرة مبيع و 3895 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48154 ليرة مبيع و 47802 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 303 ليرة مبيع و 299 ليرة شراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة في سوريا، فقد سجل الذهب قمة تاريخية جديدة اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 24 مليون و 311 ألف ليرة،
وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و204 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 مليون و151 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 987 ألف ليرة. سجلت أونصة الذهب 2747 دولار، وسجلت ليرة الذهب 9 مليون و195 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 617 دولار فاصل 95 سنت، وسجلت أونصة الفضة 514825 ليرة سورية اللي بتساوي 34 دولار فاصل 78 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 16553 ليرة. ده كان عرض سريع لأسعار الدولار والعملات وأسعار الذهب والفضة في سوريا خلال تعاملات اليوم. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.